بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 36 من ليلة الخميس 8 من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة. وذلك أن الله تعالى فعال لما يريد، وقد تواترت السنة بنزول الرب إلى السماء الدنيا، والكتاب قد دل على كمال قدرته وأنه الفعال لما يريد، وأنه ليس له مثيل ولا شبيه. فإذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بنزوله إلى السماء الدنيا، فما عذر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وأنه ليس كمثله شيء، فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه، فإن علوه من صفاته الذاتية، ونزوله وإتيانه من أفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. قال المصنف رحمه الله: القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الترجمة بعض صفات الله الفعلية، وهي النزول والإتيان والمجيء لله تبارك وتعالى. والنزول هو نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، كما دل على ذلك الحديث المشهور بحديث النزول، وكذلك دل على النزول بعض الأحاديث الأخرى، وأشهر هذه الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الحديث العظيم المعروف بحديث النزول يدل على نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. والنزول صفة فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى بهذا الحديث وبغيره من الأدلة الأخرى. ونزوله سبحانه وتعالى يكون إلى السماء الدنيا، وهذا النزول أيضا جاء مقيدا بأنه حين يبقى ثلث الليل الآخر، وجاء في بعض الأحاديث أنه في شطر الليل، وفي بعضها أنه في ثلث الليل الأول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا ثبتت هذه الأحاديث فهذا دليل على تنوع النزول، ولكن أشهر هذه الأحاديث والمقطوع بثبوته هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو المشهور بحديث النزول أنه ينزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. ولهذا فإن هذا الوقت هو أفضل أوقات الليل، وهو وقت نزول الله تبارك وتعالى،
ووقت ندائه لعباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه سؤله، من يستغفرني فأغفر له، فهو وقت لنزول الله ولندائه سبحانه وتعالى. ولهذا أفضل ما يقام فيه الليل من الأوقات هو هذا الوقت، وهو الثلث الأخير من الليل، فهو أفضل أوقات الليل. ونزول الله عز وجل صفة فعلية تليق بعظمته وجلاله، لا يجوز للمسلم أن يشبه نزول الله بنزول خلقه، فإن من القواعد المقررة في باب الصفات عند السلف أن صفات الله تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، وهذه القاعدة مقررة بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها انعقد إجماع السلف. ومن الأدلة لذلك قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، وهذا مما يدل على أن صفات الله تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. ومن هذه الصفات النزول، فنزوله لا يشبه نزول المخلوقين، نزول يليق بعظمته وجلاله لا يشبه نزول المخلوقين. وهذا النزول يكون للسماء الدنيا، ولا يلزم من نزوله سبحانه وتعالى أن تحيط به السماء، فإن الله عز وجل أعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات. والله عز وجل كما أخبر عن نفسه قال والله من ورائهم محيط، فهو محيط بخلقه ولا يحيطون به سبحانه وتعالى. كذلك لا يجوز أن تكيف صفة النزول، كأن يقال ينزل على كيفية كذا أو على كيفية كذا، بل نثبت معنى النزول لله عز وجل، ونعلم أن نزول الله تبارك وتعالى ليس كنزول المخلوقين، نثبت ذلك لله تبارك وتعالى، ونتضرع لله في هذا الوقت بالدعاء والاستغفار. ومن وفقه الله عز وجل القيام في هذا الوقت فهذا خير عظيم، يفزع الخلق إلى الله ويلجؤون إلى الله ويرفعون حاجاتهم لله عز وجل، يعتقدون ما أخبر به نبيهم صلى الله عليه وسلم من نزول ربهم تبارك وتعالى، ويمتثلون ما جاء في هذا الحديث، ويفزعون لله ويلجؤون إلى الله في دعائهم. هذا الذي ينبغي أن يكون. وأما الاشتغال بالتأويل لهذه الصفة أو التكييف أو التمثيل وإيراد الشبه على النصوص، فإن هذا من مسالك أهل الباطل ومن مسالك أهل البدع. والله عز وجل أعظم وأجل من أن تحيط العقول بعظمته وجلاله، ولهذا فإن باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا يجوز أن تعمل فيه العقول، لأن العقول قاصرة عن إدراك كماله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. وذكر في هذه الترجمة صفة الإتيان وكذلك صفة المجيء، وهما متقاربتان وبمعنى واحد عند بعض أهل العلم. ومن أهل العلم من يفرق بين الإتيان والمجيء، ولكن نحن نثبت هذه الصفات لله عز وجل كما تقدم، دون أن نكيف أو أن نشبه أو أن نؤول أو أن نعطل هذه الصفات. وسيأتي ذكر الأدلة على المجيء، وأن المجيء هو مجيء الرب تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين الخلائق. فالنزول يكون في هذه الحياة، ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بعظمته وجلاله، والمجيء يكون
يوم القيامة للفصل بين الخلائق ومجيئه يصحبه مجيء الملائكة كما سيأتي في الآيات وفي قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذا مجيء لله ويكون أيضا فيه مجيء الملائكة، وهذا مما يدل على عظمة هذه الصفة وأنه يصحب مجيء الرب عز وجل مجيء الملائكة على هيئة صفوف. قال بعض المفسرين أنه يأتي كل أهل السماء من الملائكة صفا واحدا فيكونون سبعة صفوف، وقيل إن هذه الصفوف لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى، ولكن يدل على عظمة مجيء الله وعلى نزول وعلى مجيء الملائكة على هيئة صفوف. قال المصنف رحمه الله وذلك أن الله تعالى فعال لما يريد. لما ذكر النزول والمجيء والإتيان نبه على أن هذا يرجع إلى أفعال الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل فعال لما يريد، كما قال الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. والإرادة المذكورة في هذه الآية هي الإرادة الكونية، أنه فعال لما يريد، لما أراد أن يوجده مما يقوم بأفعاله سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الشرعية فإن الله عز وجل أراد من المخلوقين أن يطيعوه، وأراد من الإنس والجن من الثقلين أن يؤمنوا وأن يوحدوا وأن يستقيموا على طاعته وأن يتجنبوا معصيته، ومنهم من أطاع ومنهم من عصى. فالإرادة الشرعية قد توجد وقد تتحقق وقد تتخلف، لأن الله أعطاهم الإرادة على أن يطيعوه أو أن يعصوه. وأما الإرادة الكونية وهي فعله سبحانه وهو ما أراد أن يفعله بنفسه فلا بد أن يتحقق، كما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا مما يدل على أن الله يفعل كل ما يريد وأنه فعال لما يريد. وهذه الصفة ليست إلا لله، ليس في المخلوقين من يستحق هذه الصفة أن يقال أنه فعال لما يريد، بل الإنسان يريد وقد يتخلف فعله عن إرادته. ولهذا درج الناس أن يقولوا أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، يعني لنا إرادات وللناس إرادات ولا ندري ما الذي تنفذ إرادته. الإرادة النافذة هي ما شاء الله عز وجل أن تنفذ وما شاء الله عز وجل أن تتحقق. قال وقد تواترت السنة بنزول الرب إلى السماء الدنيا. نعم تواترت الأدلة من السنة بحديث النزول ونزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما تقدم في الحديث. قال والكتاب قد دل على كمال قدرته وأنه الفعال لما يريد وأنه ليس له مثيل ولا شبيه. فهذه أيضا كما تقدم هي قاعدة عظيمة دلت عليها الأدلة، وأن الله عز وجل هو الفعال لما يريد، وهو سبحانه وتعالى هو الذي أخبر عن نفسه بعد أن أخبر عن أسمائه وصفاته، بل قدم بين يدي الإثبات نفي المماثلة كما في آية الشورى في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة في كل الصفات، ليس كمثله شيء في إرادته، ليس كمثله شيء في سمعه وبصره، ليس كمثله شيء في نزوله وإتيانه ومجيئه، ليس كمثله شيء في وجهه وقدمه ويده وعينه. في كل صفات الله عز وجل ليس له مثيل، وإنما هناك اشتراك في المعنى العام. اليد معنى لفظ معروف له معنى، والنزول لفظ معروف له معنى،
والاستواء لفظ معروف له معنى، ولكن هذه الصفات إذا أضيفت إلى الله فهي تليق بعظمته وجلاله، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي تليق بضعفهم وبحالهم. قال المصنف رحمه الله: فإذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بنزوله إلى السماء الدنيا فما عذر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به صلى الله عليه وسلم؟ ليس له عذر، ولهذا العلماء مجمعون على أن من أنكر صفة من صفات الله تبارك وتعالى أو كذب بخبر مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة فإنه يكفر بذلك. فمن أصول الإيمان التصديق بكل ما جاء في الكتاب والسنة، وقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة، وتواتر به النقل في عصور السلف، وأصبح من أشهر الأحاديث في باب الصفات حديث النزول. فما بقي للمسلم عذر أن يشكك في هذا الحديث. وأما من كان من عوام المسلمين من الجهل الذين لم يطلعوا على هذا فإن هؤلاء يعلموا ويبين لهم هذا الحديث، وأما قبل العلم فمن خفي عليه شيء فهو معذور بجهله إذا لم يتبين له الحق. ولهذا الأئمة المحققون يفرقون بين الفعل والفاعل وبين الكفر المطلق وكفر المعين، فإن الأحكام المطلقة في التكفير وفي التفسيق لا تتنزل على المعينين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فقد يتكلم الرجل بكلمة وهو لا يدري عما قال ولا يدري عن مدى مخالفتها للنصوص، فهو معذور بجهله إذا كان جاهلا، ولكن إذا بين له الدليل وعرف الدليل فلا يجوز له بعد ذلك أن يخالف الدليل بعد ثبوته. قال: وأنه ليس كمثله شيء، أي في سائر صفاته ومن ذلك هذه الصفة، فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه، ينزل كيف يشاء، له المشيئة في نزوله، ولا نعمل العقول لما ينزل في الثلث الأخير من الليل ولا ينزل في وقت كذا، لما ينزل إلى السماء الدنيا ولم ينزل إلى السماء الثانية أو الثالثة أو السابعة أو غير ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعظمته ولكمال علمه ولكمال حكمته لا يسأل عما يفعل، ولأن عقول الناس قاصرة عن إدراك حكمته سبحانه وتعالى. فنؤمن ونسلم ونثبت لربنا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا برهان الإيمان، وهذا دليل الإيمان، وهو التصديق بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى. أشار المصنف رحمه الله إلى أنه ينزل مع كمال علوه، يعني أن الله عز وجل عند نزوله فهو في العلو، ولا ننفي عن الله العلو عند نزوله سبحانه وتعالى، بل كما قال السلف هو عال في دنوه عندما يدنو من عباده، والدنو بمعنى القرب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وثبت الدنو في الحديث إن الله يدنو من عباده عشية عرفة، وثبت القرب أن الله يتقرب من عباده كما قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. وقال الله عز وجل: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
فهو عال في دنوه وفي قربه وفي نزوله سبحانه وتعالى، لأن العلو صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى، والصفة الذاتية ملازمة لله لا تنفى عن الله عز وجل بوجه. وأما الصفات الفعلية فهي متعلقة بمشيئته، يفعل متى شاء إذا شاء. فالنزول صفة فعلية، والاستواء صفة فعلية، والقرب صفة فعلية، والدنو صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية. فهو عال في دنوه وفي نزوله وفي قربه، وهذا مما يدل على أن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. فهو ينزل نزولا إلى السماء الدنيا يليق بعظمته وجلاله، وهو في علوه، وهو كما أخبر عن نفسه وهو العلي العظيم، وكما قال يخافون ربهم من فوقهم. قال فإن علوه من صفاته الذاتية، ونزوله وإتيانه من أفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. نعم، هذا تنبيه مهم، أن العلو من الصفات الذاتية، ودائما من القواعد المقررة في باب الصفات أن الصفات الذاتية ملازمة للذات ولا تنفى عن الله عز وجل، ونفيها نقص، ولهذا هو متنزه عن نفي الصفات الذاتية عنه. وأما الصفات الفعلية فإن الله يتصف بهذه الصفات ويتصف بضدها، فهو ينزل في وقت ولا ينزل في وقت آخر، ويجيء في الوقت الذي شاء ولا يجيء في وقت آخر، وكذلك هو يرحم فلانا ولا يرحم فلانا، ويغفر لفلان ولا يغفر لفلان، وهكذا الصفات الفعلية. فإثباتها لله مع نفي مواطن النفي عن الله تبارك وتعالى من الكمال، وهذا معلوم أن هذه الصفات الفعلية متعلقة بالحكمة، فمتى ما اقتضت حكمة الله أن توجد وجدت، وإن لم تقتضي حكمته أن توجد فإنه لا يتصف بها. ومثل ذلك الكلام فإنه صفة ذاتية باعتبار نوعه وباعتبار أفراده فهو صفة فعلية. ولهذا فإن الكلام كما هو معلوم عند عامة العقلاء لا يمدح المتكلم بالكلام مطلقا ولا يمدح بالسكوت مطلقا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مطلقا ولا مدح الصمت مطلقا، وإنما مدح الكلام في الخير ومدح الصمت عن الشر، وهذا مما يدل على أن الكلام الكمال فيه أن يتكلم المتكلم عندما تقتضي الحكمة والمصلحة الكلام، وعندما تقتضي المصلحة والحكمة الصمت فإنه يصمت. وإذا كان هذا في حق الناس وفي حق المخلوقين فالله أولى وأعظم وأجل من أن تضاف إليه صفات النقص بأن يقال أنه يتكلم ولا يسكت، أو أنه يسكت ولا يتكلم، بل يتكلم متى شاء إذا شاء. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بيّن أشياء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فدل على أن الله يتكلم ويسكت، وهذا من صفات كماله سبحانه وتعالى. كذلك سائر الصفات الفعلية فإنها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟
أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله الأدلة على إثبات المجيء لله تبارك وتعالى والإتيان. قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، هذا فيه إثبات مجيء الله تبارك وتعالى. قال المفسرون: هذا المجيء هو مجيئه للفصل بين الخلائق يوم القيامة كما يليق بعظمته وجلاله. وكذلك المجيء أضيف هنا للملائكة، والملك هنا جنس، والمقصود به الملائكة، لأنه لا يمكن لملك أن يأتي على هيئة صفوف، وإنما الصفوف هي هيئة للمتعددين. وهذا مما يدل على أن هذا المجيء هو مجيء الملائكة. وقد ذكر الطبري وغيره من المفسرين عن بعض أئمة التفسير أن أهل السماء يأتون على هيئة صفوف، أهل السماء من الملائكة يأتون على هيئة صفوف. قيل أنه يأتي كل أهل السماء صفا واحدا، فهم سبعة صفوف لكل سماء صف. وقيل إن هذه الصفوف لا يعلم عددها إلا الله، ولكن المقطوع به هو أنهم يأتون على هيئة صفوف. وهذا مما يدل على أن الملائكة أنهم يأتون في نظام بديع وعلى هيئة صفوف. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصف في صلاتنا كما تصف الملائكة. وهذا مما يدل على عظم خلق الملائكة وعلى أنهم في نظام بديع، وأنهم يأتون ويجيئون يوم القيامة مع مجيء الله عز وجل على هيئة صفوف عظيمة لا يعلم عددها ولا يعلم كم في هذا الصف من الملائكة إلا خالقهم سبحانه وتعالى. ويلاحظ هنا أن المجيء أضيف لله وأضيف للملائكة، وهذا مما يدل على أن مجيء الله يعني يليق بعظمته وجلاله، ومجيء الملائكة أيضا يليق بعظم خلقهم وبما خلقهم الله عليه. فالمجيء يضاف لكل موصوف، ومجيء كل موصوف بحسب حاله. فمجيء الله يليق بعظمته، ومجيء الملائكة يليق بحالهم، ومجيء الناس اليوم يليق بحالهم، وهكذا. حتى إن المجيء يضاف إلى الزمن، يقال جاء رمضان وجاء شوال وجاء المحرم. ومجيء الشهر غير مجيء المسافر، عندما يقال جاء المسافر ويقال جاءنا الخير أي جاءنا الغيث جاءنا المطر، ويقال أيضا جاءنا رزق من الله بمن يعني رزقه الله من مال أو من غيره. فالمجيء مضاف إلى كل موصوف، ومجيء المطر غير مجيء الشهر، ومجيء الشهر غير مجيء الضيف أو مجيء المسافر، ومجيء الإنس غير مجيء الجن والملائكة. وهكذا مجيء الله عز وجل أولى أن ينزه عن مشابهة مجيء المخلوقات. وهذه المسألة دائما تقرر وينبغي أن تكرر حتى يستقر في النفوس أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. فنحن ندرك المباينة بين المخلوقين في مجيئهم وفي سائر صفاتهم، فمن باب أولى أن نثبت المباينة، مباينة بمعنى المفارقة بين صفات الله وبين صفات المخلوقين. يجب على كل مسلم أن يتصور هذه المسألة، أن هذه الصفات وإن كان بينها اشتراك عام مطلق قبل الإضافة، فإنها إذا أضيفت تتميز الصفات. حتى في المخلوقين، سمع الإنسان وبصره ليس كسمع الجمل أو القط أو بقية المخلوقات، وهكذا الإتيان والمجيء.
ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا دليل أيضا على إتيان الله تبارك وتعالى، كما دلت الآية الأولى على المجيء وهذه دلت على الإتيان، والإتيان مضاف إلى الله عز وجل على ما يليق بعظمته وجلاله. فذكر الله عز وجل هنا ثلاثة أنواع من الإتيان: إتيان الملائكة، وإتيان الرب، وإتيان الآيات. فإتيان الملائكة يليق بحالهم، وإتيان الرب يليق بعظمته وجلاله، وإتيان الآيات يليق بها. وقيل إن الآيات هي طلوع الشمس من مغربها وما يسبقها من الآيات العظيمة، وهي العلامات العشر التي تكون قبل قيام الساعة. فإذا جاءت هذه الآية ترفع عند ذلك التوبة وتحجب التوبة. فالمقصود أن الإتيان المضاف إلى الله هنا مما يليق بعظمته وجلاله، وهذا الإتيان مما أضافه الله لنفسه، فيجب أن ينزه عن مشابهة المخلوقين، ويجب علينا أن نجرد صفات الله عز وجل عن كل الأوهام والتخيلات والوساوس والخطرات المتعلقة بالكيفية والتشبيه. نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه، فكما أننا لا نعلم كيفية ذاته كذلك لا نعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى، لأنه أعظم وأجل وأكبر وأعظم قدرا من أن تحيط به هذه العقول الضعيفة. لكن كثير من الناس يدركون ضعف حواسهم في سائر الحواس ولا يدركون ضعف عقولهم. فالناس يدركون الآن ضعف أبصارهم، وأن هذا البصر له حد. إذا نظر الإنسان إلى الأفق ينظر إلى الأفق يرى أشياء، إلى أن ينتهي إلى حد لا يرى شيئا، هذا بصر الإنسان. وكذلك السمع، فهو يسمع الصوت القريب المرتفع. أما إذا كان إنسان يناجي إنسان في مجلس مع أنه يتكلم هذا المناجي، فإن هذا الذي في المجلس لا يسمع هذه المناجاة، لأن سمعه له حد لا يسمع الأصوات المنخفضة. وكذلك من يتكلم من مكان بعيد فإنه لا يسمع إلا إذا نادى، والنداء كما قال علماء اللغة هو الصوت الرفيع يعني المرتفع، فلا يسمع النداء إلا من انتهى إليه الصوت. وهكذا بقية الحواس. فهذا الإنسان خلق من ضعف، بصره ضعيف وسمعه ضعيف وكذلك نطقه ضعيف وعقله ضعيف. لكن العجيب أن الناس يدركون ضعف أسماعهم وأبصارهم وضعف قواهم. لو قيل لإنسان احمل هذه الصخرة العظيمة قال لا أقدر، قيل له احمل هذا الشيء الثقيل قال لا أقدر. فيدركون ضعفهم عن هذا، لكن من العجيب أنهم لا يدركون ضعف عقولهم، لا يدركون ضعف عقولهم. فيظن بعض الجاهلين أنه يمكن له أن يدرك بعقله كل شيء، لا يمكن. كما أن ندرك ضعف أبصارنا وأسماعنا وأيدينا وأقدامنا وسائر الحواس، كيف لا ندرك ضعف عقولنا؟ فهذه العقول ضعيفة، كما أن الأسماع ضعيفة، كما أن نقنع ونستيقن أنه لا قدرة لنا أن نرى ما هو قريب منا. إذا حال بيننا وبين هذا الشيء قطعة قماش فقط، قطعة قماش بينك وبين هذا الشيء الذي يكون في المكان الذي أنت فيه، ما أحد يطمع أن يرى ما خلف القماش، هذا شيء معلوم. ولا أحد يطمع الآن أن يرى ما في جنح الظلام في ظلام الليل، ولا أحد الآن أن يطمع أن يسمع أصوات الداعين حول البيت وهم الآن يدعون
ويتضرعون إلى الله ونحن في المدينة، بل أهل مكة، بل الذين في المسجد الحرام لا يسمعون أصواته، والله من فوق عرشه يسمع مناجاتهم، لا يختلط عليه الصوت بصوت. كيف العقول أن تتصور هذا السمع، هذا السمع العظيم كيف تتصوره العقول؟ لا قدرة لها على إدراك كيفية سمع الله، كذلك لا قدرة لها على إدراك كيفية نزوله ومجيئه وسائر صفات الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه، ومن تأول هذا فكل صفاته بل وأسمائه الحسنى يتطرق إليها هذا التأويل، بل التحريف الباطل المنافي للكتاب والسنة. نعم، بعد أن بين المصنف رحمه الله هذه الصفات ذكر الأدلة عليها، قال: وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه. والمقصود بالتأويل هنا التأويل المذموم عند أهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر، وهذا هو تحريف في الحقيقة. قال: لا يقبل التأويل بوجه، لأن التأويل يكون لأمور يعني تكون غير واضحة، ممكن أن يتأول، أما الشيء الواضح البين لا يجوز لإنسان أن يتأوله. ولهذا ذكر العلماء أن من التأويل ما هو تحريف، مثل الآن إذا قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أمور واضحة، أمر واضح بالصلاة والزكاة، فلو جاء إنسان قال: الصلاة ليست هذه الصلاة، وإنما الصلاة المقصود بها معنى آخر، فهذا تأويل باطل وتحريف. ولو أن الناس أعملوا هذا التأويل الباطل لما بقي الثقة في اللغة، فالرجل يقول للرجل: احضر إلي في وقت كذا، يقول: أنا لا أفهم معنى احضر إلي أو تعال إلا بمعنى اذهب إلى مكان كذا، فكيف بعد ذلك يوثق باللغة إذا تؤولت النصوص وتؤولت الألفاظ على غير معانيها؟ قال: ومن تأول هذا فكل صفة بل وأسمائه الحسنى يتطرق إليه هذا التأويل، هذا من باب الإلزام، يعني إذا تأولتم المجيء والإتيان ممكن بعد ذلك أن تتأول كل صفة، بل يتأول أيضا أن الله لم يخلق، وأن الله لم يرزق، وأن الله لا يوجد، تعالى الله عن ذلك. فهذا التأويل كما قال ابن القيم هو حمار المعطلة، كلما أرادوا أن يعطلوا صفة قالوا: هذه لا بد أن تؤول، كيف تؤول؟ والله خاطبنا بهذا القرآن بلغة نعرفها ونعرف معانيها، كيف تحرف هذه الألفاظ؟ قال: بل التحريف الباطل، هذا هو حقيقة التأويل، أنه تحريف باطل مذموم. ولهذا فالسلف ومن بعدهم من الأئمة يثبتون الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا يتأولونها إلا إذا أريد بالتأويل بمعنى التفسير، كما يقول الإمام الطبري: قال أهل التأويل، اختلف أهل التأويل بمعنى أهل التفسير. وأما التأويل المشهور عند أهل الكلام فهذا تحريف للنصوص، وقد ذمه السلف، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المعنى باطل ما عرفه السلف وما عرفه الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال أن المشيئة صفة لله؟ نعم، المشيئة الصفة لله تبارك وتعالى، والمشيئة مطابقة للإرادة، مطابقة للإرادة الكونية، والمشيئة مطابقة للإرادة الكونية، والإرادة منقسمة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. وأما المشيئة فليست منقسمة، المشيئة هي بمعنى الإرادة الكونية. ولهذا قال شيخ الإسلام: يقول الناس ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من نفى صفة لله تعالى وهو من أهل العلم
فهل يقال في حقه إقامة الشروط وانتفاء الموانع؟ كل من تكلم من المسلمين بكلام يخالف أصل الدين وهو مسلم يتدين بهذا الدين فالظن به أنه لا يقدم على هذا إلا وله في ذلك عذر، فلا يستعجل في الحكم على المعينين، وإنما يسأل حتى ولو كان من أهل العلم، لأن العلماء مهما بلغوا من العلم قد يخفى على العالم المسألة التي تكون بينة ظاهرة، كما هو معلوم رجل من الصحابة يعني يصلي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وآخر يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وآخر تأول شرب الخمر، وهؤلاء خيار الأمة رضي الله عنهم. فهذا مما يدل على أن العالم الجليل قد يقع في زلة، وبعض الناس يعامل المسلمين بسوء الظن، وكيف يخطئ وهو عالم، كيف تخفى عليه هذه المسألة، ويطعن في العلماء ويطعن في طلاب العلم. ينبغي لنا أن نحسن الظن بإخواننا، ما من مسلم إلا ويتدين بهذا الدين يرجو رحمة الله ويخشى عقوبته، ولا يوجد مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ويؤمن بالجنة والنار ثم بعد ذلك يفعل الأفعال الموجبة لدخول النار بل الخلود فيها وهو الكفر، فلا يوجد مسلم يفعل هذا. فإذا صدر من المسلم شيء يستفسر، يا فلان أنت قلت كذا والدليل كذا، وهذه مسألة معلومة كيف يعني خالفت فيها، ما هو عذرك، لا بد أن يتبين شيء ولا بد أن يظهر من الشيء، وبعد ذلك إما أن يكون جاهل فيعلم، وإما أن يكون يعني متأول فيبين له الحق، وإما أن يكون اشتبه عليه شيء فتزال عنه الشبهة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النزول يتنوع؟ لو فصلتم لنا بارك الله فيكم. نعم، شيخ الإسلام والإمام ابن القيم رحمهم الله، شيخ الإسلام وتلميذه، اختلف في هذه المسألة، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النزول في الثلث الأخير من الليل، وهذا في حديث أبي هريرة المتفق عليه، وفي بعض الروايات أن نزول الله عز وجل حين يبقى شطر الليل الآخر يعني في منتصف الليل، وفي بعضها أنه ينزل حين يمضي ثلث الليل الأول. ابن القيم قال النزول يكون في الثلث الأخير من الليل، ولكن قال كما أن الملوك وأهل الشرف يسبق مجيئهم تهيئة من إتيان الحاشية وأهل الفضل وأهل الجاه، قال فهذه التي جاءت في الأحاديث هي مجيء الملائكة ونزول الملائكة وتهيئة السماء، وأما نزول الله فيكون في الثلث الأخير من الليل. وذكر وجها آخر قال أن هذا النزول بحسب تفاوت الأوقات. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن ثبتت هذه النصوص فيكون هذا دليل على تنوع النزول، وأنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الأول وفي شطر الليل، وحين يبقى ثلث الليل الآخر، لكن المقطوع به والأشهر أن نزوله حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم. أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم. يقول السائل: هل يجب على كل مسلم معرفة أسماء الله وصفاته، وهل يؤثم بتركه لها؟ يجب على كل مسلم أن يؤمن بالله، والمعرفة التي لا يتحقق الإيمان إلا بها واجبة على كل مسلم، بل هي أصل في الدين، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لكن التفصيل في معرفة كل الأسماء وكل الصفات هذا لا يتيسر لكل مسلم، وإنما يتفاوت الناس في هذا العلم. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيح:
إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا الدليل على أن من أحصى هذا القدر من أسماء الله، وأسماء الله ليست محصورة في هذا العدد، لكن من أحصى هذا القدر منها دخل الجنة، فدل على أن هذه فضيلة وأن هذا لا يجب على كل أحد، لكن من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. ومعنى الإحصاء ليس هو عدها فقط، وإنما أن يعدها وأن يعرفها ويعرف الأدلة عليها ويعبد الله بمقتضاها. فإذا استوفى هذا العدد من أسماء الله كان هذا ثوابه عند الله أن يدخله الله الجنة، وهذا موجب للعبادة، لأن من عرف الله بهذه الأسماء العظيمة يوجب الاستقامة والمراقبة، يعلم أنه الله فيعبده، يعلم أنه الرب فيعتقد أنه هو الخالق له، يعلم أنه غفور فيستغفر، يعلم أنه سميع فيراقب الله في كلامه، يعلم أنه بصير يراقب الله في كل أحواله، يعلم أنه حليم فيحب الله ويمتثل طاعته، ويعلم أنه شديد العقاب ويتجنب المعاصي. وهكذا كلما تعلم اسم أثر في سلوكه وفي عبادته وفي أخلاقه إلى أن يصبح عالما بالله. فإذا علم الله أورثه الخشية والانقياد والتعظيم لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما قال العباد، العلماء، لأنهم عرفوا الله بأسمائه وصفاته. ولو أن الناس عرفوا ربهم ما بقي كافر على وجه الأرض، بل ما عصي الله طرفة عين. ولهذا لما كان الملائكة أعرفوا من غيرهم بالله لا يعصون الله طرفة عين، لأنهم يعلمون بحسب ما علمهم الله ولا يحيطون به علما، يعلمون عظمة الله فامتثلوا طاعة الله. ولهذا قال العلماء لا يعصي الله إلا جاهل ولو كان ينتسب للعلم، لأن هذه المعصية لا تصدر إلا في حال جهل، ما يسمى بجهل العالم. متى يجهل العالم؟ إذا عصى الله، هذا جهل، هذه ساعة غفلة وساعة ذهول. وإلا لا يوجد إنسان الآن يجني على نفسه، يعني إنسان عاقل ويأتي ويضع يده في النار، يعني هل يوجد عاقل الآن يدخل النار؟ نار مظلمة أمامه وهناك آخر بستان وجنة فيها من الثمار، فيأتي ناس يدخلون النار وهم يرون أنها نار، ما يوجد هذا. هذا حالنا مع في طاعة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في أحد يأبى أن يدخل الجنة؟ يقال لا أدخل الجنة، يقول لا ما أريد الجنة. ما من عاقل له يريد الجنة، لكن ساعة الجهل، إما جهل عام، بعض الناس في غفلة وفي جهل بالله لا يعرفون أسماء الله ولا يعرفون صفات الله، ولقنوا وهم صغار أن هذه الصفات يجب أن تؤول أو أن تفوض، لا نعلم معانيها، فهم في غفلة عن العلم بالله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الحجب على قسمين: حجب عن العلم بالله في الدنيا، وحجب عن رؤيته يوم القيامة والعياذ بالله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فما أما من عرف الله بأسمائه وصفاته وعرف أن الله على كل شيء قدير، وأن رزقه وأن هدايته وأن سلامته وأن هداية أبنائه وزوجته وأهله وأقاربه، وأن حفظ ماله وأن توفيقه وأن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، كل ذلك لله، من الذي يبارز الله بالمعاصي؟ الناس اليوم إذا كان لهم حاجة عند وجيه مسؤول أو مدير
يداري الموظفون هذا المدير، لأنهم يعلمون أنهم لو خالفوا المدير لربما تضرروا بهذه المخالفة. هذا بشر مثلك، فكيف برب العالمين؟ ولهذا الجهل، المعصية جهل، صدرت من عالم أو من جاهل، من كبير أو صغير، لا يقدم على معصية الله إلا جاهل. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين التأويل والتحريف؟ التحريف هو في اللغة الإمالة، وتحريف الشيء إمالته عن وجهه، والتحريف قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى. فالتحريف اللفظي هو أن يغير في الحروف، مثل تحريف المعطلة الاستواء بالاستيلاء، هذا تحريف لفظي. والتحريف المعنوي مثل التحريف لصفة اليد، قالوا اليد هي القوة، فهذا هو التحريف. والتأويل هو أن تتأول هذه الصفة. فلاحظوا أن التأويل يرجع إلى المعنى ولا يرجع إلى اللفظ، والتحريف يكون باللفظ ويكون بالمعنى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أسماء الله اللطيف، هل لا وضحتم لنا ما معناه؟ وقد ذكر في قوله تعالى: وهو اللطيف الخبير. نعم، اللطف قال العلماء هو الوصول إلى الشيء بأيسر الأمور وبيسر وسهولة. ولطف الله عز وجل هو قدرته سبحانه وتعالى عن إيصال الأشياء بأمور. لطف الله تبارك وتعالى هو أنه قد يقدر الأشياء على العباد أو للعباد بأسباب خفية لا يشعرون بها، مثل أن يبتلي بعض الناس بأمر وله في ذلك حكمة، مثل ما ذكر الإمام ابن القيم: قد يبتلي بعض الناس بالذنوب وله في ذلك رفعة، وهذا سبب خفي، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده. كيف يكون تقدير المعصية على العبد له في ذلك لطف؟ أن يكون بعض الصالحين إذا داوم على الطاعة يأتي الشيطان ويغرس في نفسه العجب، فيصبح معجبا بنفسه وبعمله، فيريد الله بلطفه أن يذهب بهذا الأثر من قلب عبده، فيقدر عليه المعصية، فيعلم هذا العبد أنه مذنب، ثم يقدر له التوبة، فيرجع إلى ما كان عليه من الإيمان، ويذهب ما في نفسه من العجب. انظر إلى لطف الله. وهكذا قد يقدر المصيبة والعبد يكره ذلك، وهو يريد بذلك أن يرفع درجته في الجنة. قد يسأل العبد شيئا ويكثر من الدعاء ويعطيها الله غير ما سأل، فيظن بعض الناس أن الله لم يستجب له، والله قد استجاب له بخير مما طلب. فقد يطلب وظيفة معينة أو أن يتزوج الشاب بامرأة معينة، فيقدر الله له غيرها، ويقول: هذا المسكين ما استجاب الله لي، والله استجاب له بأن أعطاه أفضل مما طلب، وقدر له أحسن مما يريد لنفسه. فكم لله من لطف خفي لا يعرفه الناس، وهو سبحانه وتعالى أرحم بالعباد من أنفسهم، وأرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. وهذا مما يوجب محبة الله وتعظيم الله، وأن الإنسان كلما قدر له شيء يرضى بقدر الله، ويعلم أن الله حكيم عليم لطيف خبير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حججت العام الماضي ودخلت مكة بدون إحرام، ما هي كفارتي وإن كان فيها صوم
ما مقداره؟ هذه الأفعال إن كان فعلها وهو جاهل فمن دخل مكة بغير إحرام وأحرم من مكة فإنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فيجبر هذا بدم ذبيحة لفقراء الحرم. وأما إذا فعل هذا وهو عالم بالحكم، وقد يصحب هذا مخالفة أخرى وهو الاحتيال على توجيهات ولي الأمر الذي منع هذا من الحج، فدخل بلباسه من بين نقاط التفتيش حتى لا يعلم أنه حاج ثم أحرم من مكة، هذا ارتكب مخالفتين: مخالفة ولي الأمر وهي معصية لله، وانتهاك حرمة النسك. فأنا أخشى أن تكون هذه الأعمال، ولا أقطع بشيء، تكون مؤثرة في القبول، لأن عبادة الله لا تنال بمعصيته. فبعض الناس يقدر في نفسه المهم أن نحج، كيف نحج لا يسأل بعد ذلك، المهم أن يصلي في الصف الأول. كيف يصلي في الصف الأول؟ قد يقاتل وقد يضرب بعض الناس وقد يحجز المكان وقد يسب ويشتم، صلى في الصف الأول، لكن ما هي النتيجة؟ قد يحرم القبول، وقد يكون من هو في آخر صف أعظم أجرا منه. المهم من يصلي في الروضة، كيف يصلي في الروضة لا يبحث بعد ذلك. أعمال البر هذه لا تنال إلا بطاعة الله، لا يمكن أن تكون المعصية وسيلة لطاعة، هذه قاعدة، لا يمكن للمعصية أن تكون وسيلة لطاعة الله. وهذا الإنسان لو أنه بقي في مكانه وعبد الله وصام يوم عرفة وقرأ القرآن وذكر الله واجتهد في هذه العشر، وإن كان لديه فضل مال أعطاه فقير يصرح له بالحج، ما منعه من الحج إلا الفقر، فحج هذا الفقير بمال هذا الغني فحصل على أجر عظيم. حج رجل بماله وهو بقي يعبد الله. إذن العبادة والفضل لا ينال بالمغالبة، ولا ينال بأن نعبد الله بما نحب، وإنما أن نعبد الله بما يحب. كثير من الناس يتهاون في هذه الأمور ويظن أن العبرة أن يقف في عرفة، كيف يقف لا يسأل بعد ذلك، وقد يرتكب آثام. ولهذا نحن لا نقطع على الله بشيء، ولا نتألى على الله، نقول لا يغفر الله لفلان والله لا يقبل من فلان، لكن نخشى أن تكون هذه المعاصي سبب للحرمان، وإلا فرحمة الله لا يمكن أن تحجر. لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه أن لا يعصي الله في عبادته. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور قال العلماء هو الذي خلى من المعصية منذ أن خرج من بيته إلى أن رجع، ما يكذب ولا يخالف ولي الأمر. وهؤلاء يكذبون، يخرج يقول له المسؤولون عن نقاط هل أنت تريد الحج؟ يقول لا، وهو قد لبس اللباس العادي، ثم يحرم من مكة، يرتكب مخالفات كثيرة. الكذب، والله لو خير عاقل لديه علم بين أن يحج ويكذب أو لا يحج لاختار أن لا يحج ولا يكذب. لماذا؟ الحج لمن حج الفريضة نفل، وترك الكذب واجب، يجب عليه أن يترك الكذب ويجب عليه أن يصدق. فانظروا كيف ارتكب معصية لطلب فضيلة، يطلب فضيلة بمعصية، ولو لم يحج تلك السنة لن يسأل يوم القيامة لما لم تحج سنة كذا وقد أدى الفريضة، لكن هذا الكذب سيسأل عنه. هنا يجب على كل مسلم أن ينظر إلى هذه العبادات بفقه، وأن يرجع إلى أهل العلم، لا أن يقدر في نفسه سأحج ويبحث عن من يفتيه، وإن لم يجد من يفتيه قال نذهب ونفعل والله غفور رحيم. وبعض الناس يقول خلاص نفعل ما نشاء ونحن سنقف في عرفة ويغفر الله لنا، يقطع على الله أنه في يوم عرفة سيغفر له. الله عز وجل يغفر لعموم المسلمين ممن وقف في عرفة بغيرهم، لكن لا يجوز لنا أن ننتهك المعاصي
مع رجاء المغفرة، هذا الرجاء الكاذب. اتق الله، والله عز وجل يعلم أنه إذا تأخر الرجل عن الحج ما منعه منه إلا طاعة الله، ما ترك هذا الشيء إلا طاعة لله، ومن طاعة الله طاعة ولي الأمر، فالله عز وجل يعطيه أجر الحاج، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سأبقى في المدينة لأسبوعين، ومن ثم بعدها أذهب إلى مكة للحج، هل يحق لي أن أذهب معتمرا ومن بعدها أبدأ مناسك الحج؟ نعم، إذا كنت في أشهر الحج وقد دخلت أشهر الحج الآن، فلك أن تذهب معتمرا ثم تطوف وتسعى وتتحلل من العمرة.